خير جميع، وش حالكم؟ عساكم طيبين. اللهم لك الحمد والشكر على كل شيء صار. فأنا أقسم بالله أني ما كنت متوقع بالشيء هذا اللي صار اليوم، 1% ما كنت متوقع. ثاني الشخص اللي يقول أنا أخطأت عليه، اللي من الإعداد أنا جيته وسلمت عليه وحبيت رأسه واعتذرت له، قلت له أنا آسف إذا حصل مني خطأ، كل أبونا خطأون وخير الخطأون التوابون. فهذا قبل يجي أبو كاتم وقبل دخوله. أما بالنسبة لقرار أبو كاتم، أتمنى من أبو كاتم على قلتهم أنه يسترجع من هذا القرار اللي جعله. أنا والله العظيم مني تعبان على أشياء وبيقدمها في هذا البرنامج، وكل حلم شخص أنه يكون في قناة بداية. فإن شاء الله أنه يسترجع من هذا القرار وتشوفوني بإذن الله، وإن شاء الله أني أقدم كل شيء يرضي الله سبحانه ثم يرضيكم. أتمنى من أبو كاتم استرجاع هذا القرار.